نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. لما بشوف دايماً البرومو الخاص بالمواهب وبفتكر كده أغنية محمد منير، تعالى نلضم أسامينا الفلة جنب الياسمينة. فإحنا عايزين نلضم كلنا أسامينا من كل محافظات مصر، والمواهب لما هتتجمع بفتكر إنه البرنامج ده والمواهب لما هنبدأ كده نتعرف على المواهب من كل محافظات مصر، هتحسوا قد إيه بلدنا بجد يعني فيها مواهب عظيمة، وفيها يعني طاقات إبداعية كبيرة، ومحافظاتنا كلها فيها تطور رائع. وده اللي هيخلينا نربط أسامينا الفلة جنب الياسمينة. وطبعا زي ما أنتم عارفين المسابقة ممتدة، وعلى صفحتنا على الفيسبوك احنا منتظرين كل إبداعاتكم، سواء في الصوت، في الشعر، أو في القصة. إن شاء الله نخرج بإبداعات جميلة وحلوة وتضيف ليكم وتنور هنا في التاسعة، هو مكان كم وأيضا بلدكم، ونبقى بنقدم كده حاجة حلوة كلنا نستمتع بيها. خلينا بعد كده نرجع ونقول طبعا زي ما انتم عارفين اكتشاف مسابقة اكتشاف المواهب اللي احنا تابعناها دي من الحاجات اللي كمان مهتمة بيها قوي التاسعة، ومهتم بيها أيضا وجودنا كده على القناة الأولى. إن شاء الله تقدم لكم دايما حاجات حلوة. تعالوا طيب بعد كده يعني، واحنا يعني وانا دايما بشوف، يمكن من كام اسبوع كنت موجوده وتابعنا المواهب، ببقى سعيده قوي لانه الناس مش بس بتطلع مواهبها، لا هم كمان بيصوروا المواهب حلو. يعني الشباب بيستخدموا التليفون والفيديو والكده وبيقدموا كلها حاجات حلوه. طيب المفترض ان احنا التقديم زي ما قلنا كان 15 يوليو، لكن طبعا نظرا للعدد الكبير اللي موجود للمواهب اللي بيبعتوا لنا واتاحت الفرصه، فهتبقى يعني ممتده حتى نهايه شهر يوليو باذن الله. نجوم التاسعه هيكون معاكم زي ما قلت لحضراتكم، وكل الموهوبين تقدروا تبعتوا على صفحتنا الخاصه على التاسعه. خلينا بعد كده بقى نروح لعدد من المواهب اللي بعتوا لنا ونشوف هذه المواهب مع بعض. زي ما انتم شايفين على الشاشة بينزل العنوان ونشوف المواهب مع بعض. تجسد وصيرنا طهارا بروحها القدوس. عيني بترف يا حبة عيني، يلي سرقت النوم من عيني. عيني بترف يا حبة عيني، يلي سرقت النوم من عيني. خير ان شاء الله ده بعدك، والله والله ده بعدك كان على عيني، على عيني، على عيني. ميلي يا حلوه يا نور.
يلي ما شافت زيك عيني، ميل يا حلو يا نور العين، يلي ما شافت زيك عيني. يا أول حب في حياتي شغلني حتى عن ذاتي، يا أول حب في حياتي شغلني حتى عن ذاتي، بصلي عليك في صلواتي وسلم في تحياتي، أصلي عليك في صلواتي وسلم في تحياتي. من المواهب الحلوة اللي بعتولنا، بس عندي ملاحظة، وأعتقد أنه لجنة التحكيم لازم كمان اللي هتختار تقف عند الملاحظة دي. الشباب كلهم بيغنوا قديم، يعني عدد كبير جدا من الأغنيات. معرفش، يمكن القديم لأن موسيقى متنوعة كبيرة مليانة كده ألحان، والجديد طبعا كله جديد وفي حاجات حلوة جدا، بس دايما معرفش يمكن بيلاقوا نفسهم، بيلاقوا صوتهم في المقامات الموسيقية. ده هيجاوب عليها المتخصصين ولجان التحكيم، لكن الجميل كله حلو.